القصة وهكذا والأحداث والزمان. أما تكلمي عن الكشف عن المغالطات تشوفي برضو المعلومات الصحيحة وتميزها عن الخطأ. مهارة إعطاء تفسيرات مقنعة برضو التفسيرات لابد تقولي أن يذكر أدلة وبراهين من تؤيد هذه القصة القرآنية أو أن هي سبب القصة القرآنية دي إيه، أو أن هي يكلم لأن قصة نوح عليه السلام غير قصة إبراهيم عليه السلام غير قصة موسى غير قصة عيسى، كل قصة لها دواعي ولها أسباب ولها يعني مبرراتها والعائد اللي بيعود منها. وكان المفروض أنك أنت تختاري مجموعة من القصص القرآني عن طريق المستشار التربية الإسلامية والمعلمين، تقول لهم إيه اللي أو تسأل الطلاب إيه القصص اللي بيميلوا إليها، على أساس يبقى القصص بتاعتك مرتبطة بميول المتعلمين وقدرتهم اللغوية على أنهم يستفيدوا من هذا العمل. صفحة 58 اللي موجودة في المنهج، أنت ما بتقوليش ليه؟ يعني المشرفة تشرف وتقول ولا مكسوبة من الأستاذ جاسم؟ ها؟ لا هي قولي 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 يا سحر قولي ها؟ قولي اللي قالته الدكتورة هفت، ولو سمحتوا اللي معاها طفل بره مش هنا، ده مجال بحث علمي مش عاوز اسمع صوت أطفال، اتفضلوا ممنوع الكلام لغاية ما يطلع بره، اتفضلوا اللي معاها طفل يطلع بيه بره. مش هنبدأ لما تطلع برا، اطلع برا. المنهج، منهج الدراسي. خلاص بلاش المناقشة، نلغي المناقشة. ممنوع. ده مجلس علم. ده امتحان وباحثة بترد واحنا بنسألها، يعني لان كنت انا متوقع ان هي جابت قصص قرآني من القرآن الكريم فاخترته، او لا المعيار في الاختيار هل ده يناسب طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت، فالدكتورة يافعت قالت لا ده التزمت بالقصص القرآني الوارد في المقرر. كان لابد تحط في حدود البحث هذا الشرط، تقولي سيقتصر هذا البحث على القصص القرآني الموجود في مقرر المدارس المتوسطة، وتذكري ايه بقى القصص ده انواعه ايه. فانا ما اقدرش اقول لك ايه المعيار، لان المعيار الوزارة اللي اختارته وزارة التربية، فهنا يبقى اختيار راشد واختيار على اسس. هنا بقول ايه الفرق بين القصص والقصص، نحن نقص عليك معايا صحر، القصص والقصص، نحن نقص عليك خدي بالك، نقص عليك احسن القصص، ما قالوش احسن القصص، احسن القصص. فهنا قولي عاوزة تقولي ان القصص بالفتح مرتبط المشافة، نحن نقص نحكي، فالقصص بالفتح مقصود به المشافاه، وانت السرد بتاعك قايم على ايه؟ على المشافاه، لكن مش قايم على القصص المكتوبه. فالقصص اللي فيها مشافاه تبقى اكثر وقعا على المتعلمين بيستفيدوا منها، لان المفروض في القصص عند سرده لا يسرد، يعني يسرد بالبودي لانجوج او بالتاثير الانفعالي للمعلمه وللمعلم، ان يصور له الجنه والنار، يصور له الخيرات،
يصور له الحب، يصور له الظلم. فوانت بتقري القصة وبتهرديها بتعبري أو بتشرحيها بتعبري عن الانفعالات. فكان ده جانب مهم جدا وكان لازم تقسيه، لكن انت طبعا عافيتي نفسك من قياس الجانب الوجداني واختصرتي على الجانب المعرفي، والجانب المعرفي مهم، لكن الجانب الوجداني بالنسبة للتربية الإسلامية أهم. يعني شو الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض في برامجه الإعلامية عندما يقف ويحاور ويطرح الأسئلة ويطرح الإجابات ويناقش المستمعين وهم ليسوا معه، لكن هو يتصور أن في حوار ونقاش وحركة الجسم والابتسامة وحركة اليدين، كل دي لغة الجسد مهمة جدا في التعبير عن السرد القصصي، لأن السرد ليه تضاريس وليه معاني وليه مرامي وليه غايات وليه أهداف. فأنت بتقولي اختيار من اختيار متعدد 10 أسئلة وأسئلة مقالية. فأنا بشكرك لأن جمعتي بين مزايا الأسئلة المقالية ومزايا الأسئلة الموضوعية. هنا برضو بتقولي تطبيق الاختبار على عينة استطلاعية للتأكد من صدق فقراته. بشكرك، بس انت طبعا كان المفروض يا سحر تبسطي الكلام أو توضحيه وتقولي ان عرضت هذا الاختبار في صورته المبدئيه على عدد من المتعلمين في الصف الدراسي كذا، وقريت معاهم وشفت الالفاظ الصعبه والالفاظ غير المفهومه والتراكيب، فتبقى انت عملت دراسه امبيريقيه او دراسه ميدانيه بسيطه مساحت بيها مع الاولاد وعرفت معاهم الصعوبات، على اساس ان ما تعرضي الاختبار بعد كده يبقى خالي من هذه الصعوبات. انت عملت كده، بس كان المفروض تفسري وتعللي وتوضحي هذه الامور. جدول مواصفات الاختبار انا بشكرك عليه، لان كثير من الرسائل العلميه لا تذكر جدول مواصفات الاختبار، ان بعض المهاره التأمل والملاحظة. أرقام الأسئلة 16 و11 و6 و1 وعدد الأسئلة 4 والنسبة المئوية 20%. فأنا بشكرك أنك أنت نمرة 1 عملت الجدول، نمرة 2 سويتي بين المهارات، ما خليتيش مهارة أعلى من مهارة، لأن أنت لو ميزتي مهارة عن مهارة في عدد الأسئلة يبقى الدرجات أكتر، يبقى الاختبار بيميل إلى جانب الدرجات الأكتر، يبقى زي بتعملي طبق السلطة بتسوي من جميع الألوان في الخضروات، فما يظهرش أن اللون ده أفضل من اللون ده أو ده أكتر من ده. فأنت المساواة في عدد الأسئلة، المساواة في النسبة المئوية للأسئلة، ده يعني يعتبر ميزة للباحثة إنها أدركت بتوجيه الحاجة المفيدة للمشرفين، الحاجة الخطأ ليك أنت. عندنا هنا قلت 20 سؤال لكل مهارة، لأن في 4 أسئلة. أنت عرضت بالحروف الإنجليزي فجايبة من الشمال لليمين، من الأعلى من الأقل للأعلى، صح؟ انت صح، هي دي حروف عربية على فكرة مش حروف انجليزية، حروف عربية. صفحة 60 بتقولي التأكد من وضوح مفردات وتعليمات الاختبار. بتقولي كانت مفردات وتعليمات الاختبار واضحة ولم تجد الطالبات صعوبة. طب هم قالوا لك ولا انت سألتيهم؟ طبعا سألتيهم وعرضت عليهم. تقولي عند عرض الأسئلة على التلاميذ في فصل في تاني الصف السادس أو السابع أو الثامن وجدت أن لا توجد شكوى. التفصيل مهم في البحث العلمي عشان نطمئن، مصداقية النتائج مرتبطة بالتفاصيل، تفاصيل اللي بتعرضيها عشان أقول أن أنت عملت فعلا وتوصلت فعلا. فأشكرك على هذا العمل اللي إذا كنت عملتيه، لكن انت ما شرحتيش هنا. صفحة 60 بتقولي رقم ب حساب صدق الاختبار. اقري تحتيه ايه؟ تحت حساب صدق الاختبار ايه؟ صدق المقياس واختباره على مقياس. صدق
اختبار. طيب هاتيني المقياس وتحطي الاختبار. ان شاء الله ان شاء الله. انت واخده بالك؟ طيب صفحة 62 بتقولي هنا: يتضح من الجدول 5 معاملات الارتباط بين اختبار التفكير التأملي. تراوحت الأسئلة يعني ككل، كل سؤال مرتبط بالتوتال بتاعه ب 670 من 1000. لا احنا بناخد رقم واحد او رقمين. يتقولي 7 من 10، يتقولي 67 من 100، اما رقم واحد او رقمين، لكن ما بيجيش ثلاث ارقام. صفحة 63 بتشيري فوق هنا الاختبار واعادة التطبيق. انت عملت الاختبار وطبعتيه وبعدين اعادة التطبيق بعد اسبوعين، ده تمام؟ طب متى كان التطبيق الاول ومتى كان التطبيق الثاني؟ لابد تثبتي، تذكري التفاصيل. انت عافيتي نفسك منها، التفاصيل مهمة يا سحر، لان التفاصيل بتبين دقة العرض. تفاصيل مهمة جدا. التطبيق الاول متى كان التطبيق الثاني؟ وبعدين بتقولي اختبار اعادة الاختبار تيست ريتست. طب ما احنا عارفين، انت بتعلمين انجليزي؟ تكتبي الانجليزي طبعا. متأثرة بالدكتورة مروة. هي الدكتورة مروة تصورها ان بدون التربية الاسلامية ما بيعرفش انجليزي. لا ما بيعرف، ده الكويت بالذات عارفين كل حاجة، حتى كلامهم بتقول لايت مش عارف، كل كلماتهم نصها انجليزي، لانهم اصلا بيروحوا انجلترا وامريكا شغالين في اوروبا، يعني في كل اوروبا تجدهم موجودين. وانا بشكر جامعة الكويت انها ركزت على البعثات الى الدول المتقدمة في الفيزياء وفي الرياضيات، وده طبعا بيعود على الدولة بالخير ويعود على الجامعة بالخير. ولذلك جامعة الكويت من الجامعات المرموقة ليس في الخليج العربي ولكن في الدول الإسلامية. هنا دخل صفحة كام؟ صفحة 65. أنا كنت هتكلم 10 دقايق دكتور أحمد، قال لي لا ما تقول كله. أهلا ربنا يخليك. هنا الجدول صفحة 8 لابد ترحليه أنت أشرتي إليه في صفحة 63 وعرض. لا شكرا. صفحة 63 قلتي في الفقرة الأولى المعامل الارتباط بيرسون في التطبيق الأول والثاني، التطبيقين الأول والثاني، مش التطبيقين الأول والثاني، بيوضحوا الجدول رقم 8. أبص لها هنا الجدول رقم 6، فبحط ده تدي بقى ما بقاش 8، ده تدي 6 واللي بعديه 7 و8. اديت له 8 وانت كنت ناسياها، فروحت حطها في صفحة 65 كده، عامل يعني معلق ملوش لا بداية ولا نهاية، ومفيش كلام يربطه باللي قبله او اللي بعده. فلو سمحتي الجدول صفحة 65 رقم 8 يعطى رقم 6 ويوضع في صفحة 63، ثم ترحل الارقام بعد ذلك. صفحة بتقولي تصحيح الاختبار، بتقولي هنا المتوسط الزمني الذي استغرقه جميع، انت عملت زمن الاختبار بطريقة صح، جمعتي الزمن اللي استغرقه جميع الطلاب وقلتي بلغ المتوسط الزمني كذا. اما تجيبي زمن جميع الطلاب تعرفي المتوسط ازاي؟ انت جمعتي بتقولي اتم حساب المتوسط الزمني الذي استغرقه جميع الطلاب، تقولي جميع الطلاب على عدد الطلاب يديك المتوسط، الجميع على العدد يديك ايه؟ لكن الجميع متوسط، ما بتجمعيش متوسطات، انت بتجمعي عدد بدأوا الساعة كذا انتهى الاولاني الساعة كذا، بدأوا كلهم مع بعض، الاولاني بدأوا الساعة 8، الاولاني خلص 8:45، الثاني 8:46، الثالث 8:50، وجمعتيهم على بعض وطلعتي التوتال
وقسمتيه على عدد الطلبة اداك المتوسط، فتكتب المعادلة هنا. كتبت لك هنا مقسومة على عدد الطلاب. تصحيح الاختبار، بس تم تصحيح الاختبار بعد إجابة، فين المعادلة اللي استخدميها في تصحيح الاختبار؟ لازم تذكري اكتب المعادلة. صفحة 66 لما تكتبي اختبار او 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 بطاقه ملاحظه او 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 قائمه، تيجي في الاخر تقولي انظر ملحق رقم كذا، فتحيل القارئ الى الملحق وتوصفيه، تقولي هنا صفحه 66 الصوره النهائيه للاختبار بعد التعجب من صدق وثبات الاختبار، هو بعد التعجب من صدق الاختبار وثباته، لان لا يجوز الفصل بين المتضايفين. تقول صدق الاختبار وثباته، فتقول صدق وثبات الاختبار، صدق الاختبار على طول، ثباته يجي بعديها بعد الصدق. وتجريبه على عينه استطلاعيه، تم اعداد الاختبار في صورته النهائيه على صفحه الولايه، بتوصف الاختبار وصفي لي يتكون من كم مهاره، وبعدين المهارات دي كل خدت درجات قد ايه، وانظر ملحق رقم 5، انا كاتب ملحق رقم 5. صفحه 67 بتقولي هنا فوق يا أستاذة سحر بناء البرنامج، جميل جدا. إعداد البرنامج التدريبي، هو برنامج تدريبي ولا برنامج تعليمي؟ قلتي استخدام أستاذ القاضي في القرآن الكريم على تنمية مهارات التفكير، ده برنامج تعليمي مش برنامج تدريبي، لأن التدريب ده للمعلمين وللعاملين في الميدان، اما المتعلمين فبنعلمهم، بنعلمهم. انا اتعلمت يعني انا ايه؟ اتغيرت. التعليم يعني ايه؟ تغيير. يعني الانسان يتعلم اذا اتغير، اذا ما اتغيرش يبقى ما اتعلمش، ولذلك ده برنامج تعليمي. البرنامج التعليمي ليه فلسفه، ايه الفلسفه بتاعته؟ فلسفه البرنامج اللي هو قائم على التفكير التاملي. قائم على التفكير ايه؟ تاملي. ولا قائم على السرد القصصي؟ لا، السرد الخاص. انت بتقولي ورايا وخلاص؟ طيب ما انت عمال تبص لجاسم بتلخبطها مش عارف هتردي، ما تبصلهاش بقى خالص. البرنامج قائم على السرد ايه؟ السرد القصصي، مش كده؟ اصل هي غلطانه لكن انت صح، هي غلط. بتقولي هنا انت بتقولي اهداف البرنامج ومده البرنامج التدريبي واعداد البرنامج، مع انك انت قلتي ده تصميم وحده بلسانك، او تصميم وحده دراسيه مقترحه في القصص القراني. تصميم وحده مش برنامج، ليس برنامج. فكان المفروض تقولي تصميم وحده ومش هيبه، بتقولي تصميم وحده. انت حطيتي في العنوان اثر استخدام السرد، ما قلتيش اثر استخدام برنامج ولا اثر استخدام وحده. انت اخدتي وحده تتكلمي عن الوحده، لكن قلبتيها مش عارف تقولي ايه.